السلام عليكم. هذه ال 207 اللي فيها محرك 1.6 اتش دي، فيها تسريب تاع سائل التبريد جاي من خلف المحرك، درك نشوفوا مع بعضات. كنشوفوه شنو هو، ديريت ولا كما شفتوا راهي باستي قرص تاع راس الاسطوانه تاع لاكولاس، باستي تاع لاكولاس، وهذا ناتج اكل من الماء الحنفيه اللي مولاه يديرو. شوفوا هنا الجنزير في القرعه كيفاش، هذا الجنزير اكل تاع الماء تاع الحنفيه. السلام عليكم.